مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إخواني أخواتي، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأتي بكم بجدول ترتيب الميداليات لحد الساعة. إذن تركيا دائما في المرتبة الأولى ب32 الذهبية، 15 فضية و12 برونزية بمجموعة 69 ميدالية. إيطاليا دائما في المرتبة الثانية ب24 ميدالية، إذا زادت ذهبية واحدة، 31 فضية و25 برونزية بمجموع 80 ميدالية. الجزائر في المرتبة الثالثة ب15 ذهبية، 12 فضية و10 برونزية بمجموع 37. ثم تليها صربيا الذي أضافت ميدالية بمجموع 10 ذهبية، 5 فضية و8 برونزية بمجموع 23. فرنسا في المرتبة الخامسة ب9 ذهبية، 15 فضية و24 برونزية بمجموع 48. إسبانيا في المرتبة السادسة ب9 ذهبية، 13 فضية و14 برونزية بمجموع 36. مصر في المرتبة السابعة ب7 ذهبية و10 فضية و16 برونزية بمجموع 33. تونس في المرتبة الثامنة بأربعة فضية وسبعة برونزية وحداش سبعة فضية عفوا وحداش برونزية بمجموع 22. اليونان بأربعة ذهبية أربعة فضية وخمسة برونزية بمجموع 13. ثم تليها كرواتيا في المرتبة العاشرة، ثم كوسوفو في المرتبة 11، ثم المغرب في المرتبة 12، ثم قبرص في المرتبة 13 مع تقاسم المرتبة مع سلوفينيا، ثم المرتبة 15 في سان مارينو، ثم المرتبة 16 لسوريا، المرتبة 17 لألبانيا، البرتغال في المرتبة 18، ثم تليها مقدونيا الشمالية في المرتبة 19، ثم تليها موناكو في المرتبة 20، ثم مونتينيغرو في المرتبة 21، ثم تليها مالطا في المرتبة 22، البوسنة والهرسكت في المرتبة 23، أما ليبيا في المرتبة الأخيرة في تحت المرتبة 24. إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك من فضلكم وخلونا تعليقات إن شاء الله. سلام إخواني.